البدايه مشاهدينا من جريده المصري اليوم نقرا للكاتب سليمان جوده مقالا بعنوان الدوله المجهوله افرد فيه قائلا مقدمات الخبر الذي اذيع في تل ابيب الثلاثاء يوم 20 نوفمبر كانت قد جاءت قبل إذاعته بثلاثة أسابيع عندما استيقظ العرب يوم الجمعة في السادس والعشرين من أكتوبر على نبأ وجود نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل في العاصمة العمانية مسقط حيث قضى ليلته هو وزوجته سارة ويضيف جودة في مقاله وفي صباح الثلاثاء الماضي أذاعت هيئة البث الإسرائيلية خبرا يقول ان رئيس وزرائهم سيزور دوله عربيه خلال ايام وان هذه الدوله ليست بينها وبين اسرائيل علاقات دبلوماسيه وانما اير شبات رئيس جهاز الامن القومي الاسرائيلي موجود وقت نشر الخبر في الدوله. المقصود وان المقصود وان وجوده هناك يتم بشكل سري وانه يبحث ترتيبات هذه الزياره. السؤال هنا كما يقول الكاتب ما هي هذه الدولة؟ ولم يذكر الخبر طبعا ولكن اشارته الى انها دولة لا علاقة لا علاقات دبلوماسية بينها وبين تل أبيب أكد مسبقا انها لن تكون مصر ولن تكون الأردن لأنهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تحتفظان بعلاقات رسمية مع اسرائيل وفق اتفاقيات للسلام جرى توقيعها تجرى توقيعها مع اسرائيل